عليكم الزملاء وئام وحذيفة. وحذيفة بنهنيك وبنبارك لك شاشة البلد والإطلالة الأولى، والتحية لك. صيف رجعنا من جديد. أيوة، نحن برضو أنا بحيي وئام وبحيي حذيفة. وئام نحن ما تلاقينا طبعا، أنا أيوة. من هنا قاعد من الساعة 4 يا جماعة طبعا، فما شايف أي حاجة. أنا الأجواء الخارجية دي ما وصلت لها لحد حسا. فأنيوي الأجواء جميلة جدا داخل أيوة الاستديو بكل تأكيد، زي ما الأجواء جميلة خارج الاستديو. فسعيدين جدا أنه يكونوا معنا في الاستديو الآن حسناوات اثنين معنا، وحسنا شاشة السودانية بكل تأكيد الجميلة لوشي المبارك معنا في الاستديو، وانت يا زوبا طاشين. هما اثنين بنتين وزريفات. مرحب بكم آلاء وزوبا، وسعيدين بكم جدا انكم تطلوا للمرة الاولى كضيوف يعني. ومعروفين طبعا لوشي اعلامية وايضا اعلاميه وشاعره وحصيفه، وما شاء الله يعني لامه كل الحاجات الجميله جدا والتنوع المختلف في شعرك وفي كلماتك وفي رصانه، حتى عندك الحان مميزه جدا زوبا طاشين. مرحب بك على شاشه البلد. مرحب بك ومرحب بكل المتابعين. نبارك في الاول للرئيس والاستاذة فاطمة صادق النجاح الباهر من بلاغة البث المباشر، وان شاء الله تبهرونا بالمنوعات وتبهرونا بالجميل وبالزيادة عليكم ان شاء الله يا رب. الله يديك العافية. وكمان برضو ننتقل لآلاء، شايفاه كده زي احساسي انها ضيفة شوية كده، حاجة جديدة. الواحد دائما لما يكون مستلم زي ما بقول اللي هو الرايد بيكون أيوة. يتفسح. أيوة. انت الليلة ضيفة، الليلة ضيفة، بدل ما انت تكوني مذيعة الليلة انت ضيفة. احساس الضيف كيف كده ورينا. احساس مخجل طبعا، احساس محاصر كده، لكن في ذات الوقت انا مبسوطه جدا وببارك لكم اكيد القناه الفتيه البلد. شكرا. وانا واثقه انه وراها اكيد كوادر مهنيه جديره باداره اكيد هذه المؤسسه الجديده الفتيه، وباذن الله فاطمه الصادق جده وجدود زي ما نحن اعتدنا عليها دائما. فبهنئها وبهنئ اكيد كل الزملاء جوا الاستوديو هنا واكيد الاستوديو الخارجي. طيب بما انه نحن اي ضيوف بيجونا وبيجلسوا هنا لازم نشوف توقعاتهم لشاشه البلد، حيكون شكلها كيف ومتوقعين نقدم شنو عبر شاشه البلد. زوبا حقيقه انا ما بتكلم كصاحب او كذولة معتادة على القناه اللي بعتبرها انه هي اسرتي تحديدا يعني. فاطمة صادق في المرحلة الأخيرة دي أحرزت نجاح باهر جدا، وأنا بحييها من هنا ومتوقع إنه يعني حنلقى كتير وحنشوف كتير يعني. أنا بقول الزلمة اللي بيبدع في الكلام ما بيتكلم أحيانا التعبير حقيقة. أيوة حقيقة يعني الفترة الأخيرة دي هي أحرزت نجاح جميل جدا، أنا بحييها عليه والله. متوقع الكثير. وأكيد نجاحنا ما بيكتمل إلا بنجاح التنوع المختلف يعني، من شعراء، من فنانين، من إعلاميين، من تميز مختلف، سياسيين، أيا كان دروب الإبداع المختلفة هي بتكون دائما مزدانة في كل شاشة. سيف شايفك سكتت لانه خلاص يعني انا اقول شنو مع الاثنين، معايا واحده اعلاميه ومعايا واحده شاعره، يعني هم الاثنين يعني لا تركوا في الكل يا سيف. لا الحقيقه والله الترابط هو بقول لك روح النجاح. ايوه، فان شاء الله العين الحاسده ما تقع عليكم، انتوا ناس مترابطين وانتوا اسره واحده وانتوا اسره ناجحه ورابطين. احنا دل عايزينه ان احنا نكون يد واحده. كل الاعلاميين في كل القنوات السودانيه هدفهم يكون واحد، يعني يكون واحد ان هم يرفعوا البلد. فلوشي بصفتك انت اعلاميه، ويعني بتتوقع شنو من قناه البلد، او متمنيه ان قناه البلد يعني بتدعم شنو، او متطلبات القناه قناه البلد ان هي تواكب ايضا الاعلام الخارجي. صحيح. يمكن اضافه قناه كقناه البلد الكوكبه ممكن نقول الفضائيه السودانيه هي باعتبار ميزه تحديدا او بدايه من استخدام الاسم يعني بيكون شامل لحاجات كثيره جدا في البلد. يمكن قناة البلد حتكون شاملة لتفاصيلنا البسيطة السودانية اللي بتكون مثلا ممكن تكون مفقودة في أغلبية القنوات، الجزء بتاع المنوعات فيها بيكون محدود أو بنسبة معينة. فبفتكر إنه هي دي مساحة إنه نحن نشوف الوجه الآخر والحقيقي لبلدنا السودان ونعكسه بالنسبة للقنوات الخارجية أو للدول الخارجية إن شاء الله. أكيد. ويمكن يعني شعار البلد هو ذاته محفز
بيوتنا السمراء وناسا، فالرسالة هي واضحة تماما. زوبة دايرين نرجع لك مرة تانية، وحابين نسمع بما انك انت ما شاء الله صاحبة مفردات رصينة، فحتسمعين شنو؟ دايما الخيار بيكون صعب. فتعز بناتك في القصائد. والله حقيقة أنا كل القصائد حقتي هي عزيزة علي، لكن أنا أسمعكم جديد. هي يتغنت به والأستاذة سيدة القناء لدى القلعة، وليها التحية من هنا من حية. فبقول كب كب أنا ليك بزغري تديك شبال وانت تعرض، يتحومر عيني وفراسة سيد الحرب والتراث، لحم ومر ما بلوك وحاشة ما ليه في الشين والدياثة، وفي الجبين مكتوب رجالته باينة ذكرنته وحرارته، قلبي ما داير له سبة وانت ليل عدمان وسادته، ويبت راعا بخناجره الخنايت ما بحاقره، اللي بغدرك ما بيسلم بشجاعة تقيف تقادره. يا سلام يا سلام. يا سلام. صراحة الكلمات هي جميلة جدا، وبتدل على كرم وأخلاق، بسالة الراجل السوداني، شجاعة الراجل السوداني، وعلى الفراسة بتدل على إنه نحن غنانا بيميز فئة معينة من الرجال، بيميز تفاصيل معينة من البيوت السودانية. تحية لكل راجل سوداني، تحية لكل واحد بيحتز باللبس البلدي اللي هو حاليا أنا مبسوطة إنه بقى بيطلع بتراث أجمل من الأول وما اندثر. يعني إحنا عندنا شباب واعي بقى بيجود في الجلابية وفي حدود الجلابية. تحية لكم كلكم. تحية لك والله زوبة. كمان برضو يعني يا لوشي ولا بتحبي أقول لك يا علاء؟ السهلة عندك. مريحة جدا صراحة. فجميل جدا. المطلوب من الإعلاميين، من كلنا كإعلاميين، إنه إحنا نواكب الإعلام الخارجي، نكون زي المذيعين الخارجيين. خلينا نقول يا صيف من البلد تحديدا. أيوة. من قناة البلد. اختلاف البرامج، يعني احنا عايزك تتكلم لي عن الحاجة دي، التصوير، شكل التصوير، دائما احنا نكون مختلفين جدا. فمطلوب مننا شنو؟ احنا مطلوب مننا مسؤولية بداية، لأنه يمكن الإعلام السوداني منذ بدايته وحتى الآن نحن قاعدين نحس انه في فروقات ما بين القنوات السودانيه وما بين القنوات العالميه. قد يكون في الصوره، قد يكون مثلا ممكن نقول اللي هو في المحتوى، ولكن الكوادر دي الحاجه انا بحس انه هي بتميزنا نحن كاعلام سوداني، انه نحن عندنا كوادر مميزه جدا، عندنا مذيعين مميزين جدا في كل القنوات. فكل الزملان انا بهنئهم وبرسل لهم التحايا من هنا. فبعتقد انهم على قدر كافي من المسؤوليه. بيبقى بعد ذاك اللي هو الشغل الفني. نعم. أيوة. برضو احنا عايزين انه كل الناس اللي برا لما يفتحوا قناة سودانية او يفتحوا قناة البلد يقيفوا. نحن محتاجين الحاجة دي. ادوات الجذب، ادوات الجذب تبقى في تفاصيلنا الصغيرة في السودان. نعم. احنا يمكن قاعدين نبعد من الحاجات البسيطة. فانا لفتني جدا اللي هو شعار البلد واسم البلد، لانه حسسني ان احنا حنكون قريبين لاي تفصيله وعاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا السودانيه. ناس كثيره لما الواحد يسافر ويعرف انك مثلا سوداني بينبهر. فبيقول انه انتم في السودان عندكم كذا وكذا وكذا، ليه الحاجه دي ما معكوسه بالنسبه للعالم؟ قناه البلد جديره انه هي تكون ممكن نقول مسيطره على المسؤوليه دي. تسلمي كثير وسعدنا بك جدا. شكرا. من خلال التماس كلمات جميله في حق شاشه البلد. لوشي المبارك، شكرا لك كثير. تمنياتنا بالتوفيق لكم انتم كمان. تسلمي. شكرا. واخيرا زوبا، التوقعات ان شاء الله لشاشه البلد، وان شاء الله ادوات الجذب اللي هي في نظرك ممكن انها هي تجذب المشاهد والمتلقي حتى المتابع الآخر، يعني من الدول العربية. نحن ما دايرين فقط في إطار المحلية، إنما شاشة البلد دايرة تصل للعالمية. ليه؟ ما في حاجة بتنقصنا، لا إمكانيات ولا قدرات ولا كوادر ولا أي حاجة بتنقصنا. شنو يعني ممكن نحن نغزو العالم الخارجي؟ لأنه إحنا بسيطين، لأنه قاعدين نقدم محتوى بخوش قلب أي زول. فأنا متوقع إنه حنسيطر إن شاء الله. تسلمي كثير زوبة طاشين. شكرا لكم. أنا بشكركم كثير، وكمان بشكر صيف لأنه حتودعنا. أودعكم؟ أنت قلت الحياة. أنا لازم أودعكم أنا. شكرا يا صيف. أمشي برا وعيش الأجواء. كل الناس اللي يتابعونا.